أنا ديانا شوي احكينا عن نفسك عن عملك وهواياتك. أنا اسمي ديانا سلمان، أم رومان. أم رومان؟ يا الله. عمري 31 سنة. ما شاء الله. أشتغل بالمجال الإنساني، همين أشتغل بوحدة من المنظمات الإنسانية. جميل، رائع. نعم. إيش قصة صار لك تعملين بالمجال الإنساني؟ تقريبا 8 سنوات. 8 سنوات؟ نعم. الله. أحييك يا ديانا على عملك، وأتمنى أن يفكروا الآخرون بأنه يعملون في المجال الإنساني، لأنه اليوم العالم كله، ليس العراق، العالم من أحداث وحروب وكورونا نحتاج يعني تكاتف ويد واحدة لنعمل معا من أجل الإنسان والإنسانية. تحية لديانا. ديانا، أنت عند أسمعك صوتك جميل، غششوك أستاذ؟ صوتك جميل. حيدر زوجك غنى وأنت صوتك أحلى من عنده، تغنين أنت؟ أنا أغني بيني وبين نفسي، يعني بينك وبينك. هسه أنت اعتبري، أنا راح أدير وجهي بينك وبين نفسك. يلا يلا. طيب الخاطرك أستاذ. وردة مال الله. يلا. تسلم. وردة أستاذ حيدر. تسلم. عمي يا بيا على الورد، عمي يا بيا على الورد، قل لي الورد بيش، قل لي الورد بيش، قل لي خافك تدوس على الورد، خافك تدوس على الورد. ممكن كملتها. الله، ايش قد كلام جميل يا اخي. هذه الاغاني كان بيها كلمات رائعه وبيها رقه. صحيح. عمي يا بياع الورد، يا سلام. شكرا ديانا. تسلام. شكرا لك. استاذ اكرم. ما راح اقول لك احكي لنا عن نفسك، انت تغني؟ لا والله صوتي ما حلو. شو ضجت؟ صوتي ما حلو. صوتك ما حلو؟ صوتي ما حلو. ترى ماكو صوت ما حلو. ادمدم مع نفسي بس يعني صوتي ما. شو تسوي؟ تدمدم؟ يعني. تدمدم؟ اردد بعض مرات. تدندن لو تدمدم؟ ادمدم. تدمدم؟ انا اول مره اسمع واحد يدمدم ويرعد. لا اكو يدندم. هي دندنه مو صحيح؟ بالنون بالنون. طيب احكي لنا شوي عن نفسك. لا عاد اذا ما تغني لنا. تمام. أنا اسمي أكرم عز الدين دانيال. عمري 40 سنة، حاصل على شهادة الماجستير بالأدب الإنجليزي. ما شاء الله. ودرس في إحدى الجامعات في أربيل. ومن هواياتي السفر، وأحب السينما كلش. طيب، هي تحب السينما وأنت تدرس الأدب شكسبير الإنجليزي. بالضبط بالضبط. طيب، ما فكرت أن تمثل إحدى الشخصيات من مسرحيات شكسبير؟ ما مثلت يعني أنا كشخص، بس دائما عندنا بالكلية نحفز الطلاب إنه يسوون مسرحيات وأعمال متنوعة لويليام شكسبير. فدائما كل سنة سنتين نسوي مثلا، نختار مجموعة من الطلاب فيسوون سكتشات عن كل مسرحية، خاصة التراجيديز. حلو، ضروري جدا. نشجعهم.